واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا وبحلقه جديده من برنامج جولات. مثل ما انتم شايفين خلفنا كراج سجو في مدينه عزاز على طرف المقابل لمعبر السلامه اللي بيعتبر هو الخطوه الاولى لانطلاق حجاج بيت الله الحرام لاداء مناسك وفريضه الحج. راح نتعرف سوا ونتجول داخل الكراج مقابل عدد من الاداريين وعدد من حجاج بيت الله الحرام لحتى نتعرف على اليه سير شؤون وأمور الحجاج. خليكم معنا. لجنة الحج العليا تأسست في مطلع عام 2013، وذلك بغية تسهيل وتيسير شؤون الحجاج السوريين إلى بيت الله الحرام. تتبع اللجنة للائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة، ولها العديد من المكاتب في سوريا وفي دول الجوار مثل تركيا ودول الخليج العربي ولبنان. بلغ عدد حجاج بيت الله الحرام من داخل سوريا هذا العام نحو 7500 حاج. وتعتمد لجنة الحج في تيسير أمورها على الأوراق الرسمية مثل جوازات السفر سارية المدة لبداية عام 2020، وعلى المتقدم أن يكون من مواليد 1994 وأقل. ونحن معكم حاليا مشاهدينا داخل صالة الاستقبال الخاصة في كراج سجو على أطراف معبر السلامة لحتى نقابل بعض الحجاج ونشوف كيف استعدادهم لأداء هالفريضة العظيمة. خليكم معنا. الله يعطيك العافية، هي أول مرة إن شاء الله تطلع فيها الحج؟ أول مرة، الله يعافيك. شو شعورك؟ احكي لنا. والله شعور لا يوصف، الحمد لله رب العالمين أن الله أكرمنا بدأ هذه الفريضة. تعذبت بالإجراءات اللي قمت فيها بالتسجيل ما إلى ذلك، احكي لنا كيف كانت الإجراءات بشكل عام؟ كانت الإجراءات سهلة الحمد لله رب العالمين، ما تعذبت فيها. طيب والله كل مثل ما بقولوا كل حاج بيطلع طبعا ان شاء الله يعني نيته الاولى يصفي علاقته مع ربنا، يخلص من الذنوب كلها ويرجع مثل ما بقولوا ان شاء الله يوم كيومي ولدته امه. صحيح. ولكن في ايضا امنيات هو بتمناها ودعوات، شو ممكن دعوات اللي هنيك تدعيها بهذيك الاماكن والمناطق المقدسه؟ اول شيء ندعي للمسلمين ان شاء الله، بس الله يفرج عنا هون احنا بسوريا. اول شيء ندعي لاخوتنا الله يكرمهم باداء هي الفريضه. امين. وبالنسبه لمين مين اجى ودعك؟ اجى وداني اخوي واهلي يعني، وفي ناس قرايبيني ثانيين، عمي و الله يعافيك. بالنسبه طلعت انت لحالك الحج ولا ممكن يكون معك زوجتك اخوك؟ انا ووالدتي. والله انت ووالدتك؟ انا ووالدتي. الله يتقبل منكم يا رب وتوصلوا بالسلامه. بلك ان شاء الله. دعواتكم ان شاء الله. دعونا السلام عليكم. هلا. السلام. مودع ولا حاج؟ لا مودع. مودع. ايه. مين ودعت؟ ودعت الزوجه. زوجتك؟ ايه. ام الولد. من وين حضرتك؟ دير الزور. اهلا وسهلا فيك. كيف شفت التسهيلات؟ كيف شفت الاجراءات بشكل عام؟ ممتازه ومرتاحين وخدمه زايده والحمد لله، والله يهدينا قلبي خير. زوجتك اول مره بتحج ولا اول مره؟ ايوه. في ظروف معينه انت ما خليتك تطلع معها؟ لا ما في ظروف. من ايش يعني؟ يعني قصدي انه انت ليش ما طلعت مع زوجتك؟ انا اول حاجه والماده تكلف يعني الماده. ما شاء الله، يعني تركت هالمره الفرصه لزوجتك. اي وانا اول حاجه قبل المره. الله 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 يجزاك. الله يقبل. الله يجزاك خير. زوجتك طلعت لحالها ولا كمان طلعوا قرايبينك معها؟ معها قرايبينها. اها. طيب انتم مين طلعتوا ودعتوها؟ والله ما كثيرين، ما يعني بالاسم دوخه فلان وفلان ونساوي اكثرها نساوي ما اعرف نساميها يعني. توصل بالسلامه ان شاء الله وهيك ورجالك اياها ان شاء الله بالسلامه. الله يوفقك، الله يستر علينا وعليك، عسى الله يقبل. عسى الله يستر. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلين الحجي. اهلين. 100 مرحبا. والله ما لي حجي، الله يطعمني الحج. الله كريم ان شاء الله. الله يالكم انتم. الله كنتوا تسبقونا. الحمد لله. الحمد لله. على كل حال. ان شاء الله. حضرتك بدك تروح الحج اول مرة؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. انتوا مين ان شاء الله بتطلعوا؟ انا والحجي. انا والحجي ان شاء الله. ما شاء الله عنكم. من وين حضرتك؟ من الباب.
من مدينة الباب، وجينا سجلنا عند أبو بكر وشيخ الشباب وما نخيروا على الحاضرين والنعم الجماعة. وأهم شيء إن شاء الله تكون مبسوط. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، مرتاحين ومبسوطين ومكيفين الحمد لله الحمد لله. والله ما شاء الله نظرتك كلها أمل وفرح. العافية، الله يعطيك العافية. قلنا شو هيك ممكن كل إنسان بيطلع الحج، هو أولا نيته يخلص من الذنوب كلها ويرجع كيومي ولدته أمه إن شاء بإذن الله. إن شاء الله. وأيضا في دعوات، رايحين نصلي ونصوم ونعبد الله، بلكي الله مغفر لنا ان شاء الله. وفي دعوات في القلب، شو ممكن تدعي؟ مسجله بالكتاب، مسجله بالكتاب وبالتليفون. والحمد لله رب العالمين. ولا تنسانا من دعواتك ان شاء الله. مين اجى معكم ودعكم؟ نعم، مين اجى معك؟ مين اجى معكم بالتوديع؟ ابني في عنده سياره، جابنا في السياره واجي لهون. الله يبارك فيكم، تروحوا وترجعوا لنا بالسلامه يا رب. الله يسلمك يا سيدي، تفضلوا بالسلامه. الله يسلمك، بارك عليكم وان شاء الله يا الله يعطيكم العافيه. الله يعطيك العافيه عمو، كيفك؟ الله يعافيك، الله يعافيك، الحمد لله الحمد لله. اول مره بتروح على الحج؟ هي خامس مره. خامس مره ايه. ما شاء الله عنك. وحضرتك؟ أول مرة ومرتين عمرة. من قبل ما أخذك معه الحج؟ لا، باهلا أخذني معه. الله يبارك فيك. دوات ما رب العالمين أصل. آمين آمين. كم ولد عندكم؟ عندنا 8 بنات و6 شباب. أنا زوجته الثاني. ما شاء الله. الأولاد من أول وحدة. هي ثاني وحدة. صلى عندي 3-4 سنين. ما شاء الله. بس أنا من أول وحدة عندي 14 ولد. اللهم صل على النبي. الله يتمم لكم بالخير وبالصحه والعافيه. اصغرين معانا هذا دكتور مسالك بولي معانا، هذا اصغر شيء، مواليد 80. ايوه ان شاء الله هيك. الله مثل ما بيقولوا جماعكم بالزواج حلال، كمان جماعكم توصلوا بالسلامه. الله يسلمك. الله يكرمك. الله يسلمك وعبال عندكم ان شاء الله. الله يكرمك. احكي لنا شو شعورك انت اول مره بتقولي بدك تروحي على الحج؟ احكي لنا. لا شعور. الله يطعم على امه محمد يا رب، عبين عندك ان شاء الله. الله يكرمك. احكي لنا انت، حاولتي شيء قبل هالمره؟ ربما ما تيسرت لك. ابدا ابدا، والله صارت الحمد لله مثل صلاه على النبي يا ابني. شلون كانت هيك بشكل عام التسهيلات الاجراءات؟ والله قال ابنا يحيى انا ناخذكم على الحج، قلت له قال له الحج انا عاجز شلون بدنا نروح، ونحن طلعنا جوازات وجينا ورب العالمين سهله، يعني معجزه لرب العالمين على الحج ما بحسن بمشي على اجري. وقت رب العالمين من ناداك وداك والحمد لله أنا أسمي، وكل إن شاء الله يعطي أدنيته يا ابني. إن شاء الله بركي الحج إن شاء الله هالمرة بالأراضي المقدسة، ندعي له إن شاء الله بالشفاء. الله يسلمك، أنا بارك فيك، الحمد لله رب العالمين يا رب. شو هيك شو ممكن كل إنسان مثل ما بقولوا في قلبه مثل ما بقولوا شوق لهذيك الأماكن المقدسة، شو ممكن في دعوات بقلبك حابة تدعيها؟ شو في آمال ممكن تأمليها ودعوات؟ قبل الكل أمان واطمئنان لسوريا كلها، والعافية والدين والإيمان والعودة، وينصرنا ويحمينا ويرحمنا ولا يرمينا ولا يقطعنا، ويطعم أمة محمد إن شاء الله. آمين. طعمنا يطعمكم إن شاء الله. آمين. الله يكرمك يا رب، الله يكرمك ويعطيكم ألف عافية يا رب، وإن شاء الله هيك توصلوا وترجعوا بسلام. مين جوا ودعكم؟ اجوا بناتنا حبايبنا، معنا ابنا يحيى، وقبل الكل معنا الله رب العالمين، رب العالمين معنا. ونعم بالله. توصلوا بالسلامة يا رب. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يعطيك العافية. توصلوا بالسلامة ومشكورين. الله يسلمك والله يجزيك ألف خير وعقبال عندكم جميع يا رب. وإياكم. كمراد قلبك، اشتغل من ربك يعطيك. وبدي أدعي لك منك إن شاء الله. أنا ودوك إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، مثل هالأيام إن شاء الله. يا رب، شكرا. أكرم منه ما يكون. بس قول يا رب. يا رب. يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا. شو عم تعمل هون، حجي ولا مودع؟ لا حجي. حجي. إيه؟ ان شاء الله. اول مره بتطلع على الحج؟ اول مره. انتم مين طالعين؟ انا وزوجتي واختي بنت اختي.
ما شاء الله عنكم كلياتكم. بنت عمي قرايبيننا نحن 9. اللهم صل على سيدنا محمد. كيف هيك تجهيزاتكم للحج؟ متاعب الحج، مشاق الحج، ثواب الكبير ان شاء الله اللي نتناولكم. نحن جاهزين له يعني ان شاء الله. الحمد لله، الله يطعم الجميع. امين. اسلم 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 على الحجه. السلام عليكم. عليكم السلام ابوي، كيفك يا حجه؟ طمنا عنك. الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله كل سنه بروح على الحج ان شاء الله. امين. مبسوطه كثير ما شاء الله. ان شاء الله الحمد لله. اول مره بتروحي فيها على الحج ولا؟ ما هي ثلاث مرات. ثالث مرة؟ ايه الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قريبينكم كتار طالعين عنه. ايه الحمد لله كاملة. ايه السلام عليكم. عليكم السلام أمي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. أول مرة بتروحي على الحج؟ لا، أول عمرة هلا حج. ثاني حج؟ ايه ما شاء الله، خلوا دور لإلنا. ايه ما شاء الله. الله الله يبارك لكم. ان شاء الله ان شاء الله. وحضرتك؟ طبعا الفرق ما تركت اغون سمسنا تركت اكون شورسون. يقدر. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. هالمره يعني بيرتاني بتان ضايين. الله يرزقكم. جملة بتن أمة محمد نصيب يتسن إجنا ذا بنك لنا بنا سلام إذن نرى إن شاء الله. تشكر إدريم تشكر إدريم إن شاء الله. الله يعطيكم العافية يا رب، وهيك بتوصلوا بالسلامة. لا تنسونا من دعواتكم. الله يسلمك أبوي. الله يسلمك إن شاء الله. عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. هلا. حج إن شاء الله. إن شاء الله. الحج والدتي. الحجة والدتي. أنت مالك؟ أنا مرافق مع من رأي. مغسيلي يعني. توصيلي يعني. أيوة. تطلع معه إن شاء الله. لا بس أصلاً. أيوة. طيب احكي لنا الحج أول مرة. أول مرة. أي أول مرة، ويعني إن شاء الله متفائلين بالرحلة مع الشباب هون. ميك ممتازين. ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. الله يعطيك العافيه. وعليكم السلام. اول مره ما هي اول مره حجيت. احكي لي شعورك خالي، انت اول مره بتروحي فيها على الحج؟ الحمد لله انا فرحه كثير كويس، والله يطعم على جميع امه محمد ان شاء الله. امين. مو مجهزه حالك على التعب والمشقه؟ وباذن الله الثواب الكبير. الله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. كيف شفتي هيك الامور؟ ان شاء الله ما في كان صعوبه. كيف التعامل بالنسبه للجنه الحج؟ كويسين الحمد لله، كثير كويسين، كل النظام كثير كويسين. الله يطعم. يعني مين اجى ودعك؟ مين هلا جاي معك ودعك؟ ودعوني هناك خلق كثير، انا ودعوني هناك وجابني معي. انا عم بلاحظ انه كل الناس حتى عم ودي الثاني عم يبكي. طب بالعكس هي فرحه. يفرح لما في لزوم بكى الواحد، يفرح احلى من هيك الواحد. هذا حكي مثل ما بقول، الله مثل ما طعمك ان شاء الله يطعمنا. ان شاء الله يطعم جميع امه محمد. يا رب توصلي بالسلامه ولا تنسينا من دعواتك. الله يسلمك ان شاء الله. السلام عليكم. مع السلامه. الله يعطيك العافية. الله يعافيك ألين. أول مرة حضرتك بتحج؟ نعم أول مرة. إن شاء الله. إن شاء الله. أنت ومين طالع؟ أنا وزوجتي. أنت وزوجتك؟ نعم. يعطيك العافية زوجتك؟ نعم. أنا هي. أهلا وسهلا. الله يسلمك أبو. كمان أول مرة؟ هي أول مرة. أي والله. شعورك؟ والله شعوري طايرة من الفرح، وإن شاء الله نروح نجي بخير وسلامة ويطعم كل مؤمن يا رب. آمين 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 يا رب. الحج فيه تعب وفيه مشقة. نعم. طبعا فيه الطواف فيه السعي ما إلى نعم. يعني إلى آخره. نعم. أنت عندك المعلومات من قبل ولا ممكن تعتمد على المرشد أكثر فيها؟ والله ما عندي معلومات ولا بقرأ وبكتب كمان، هي يعني مصيبتي الكبيرة. هي سيدنا محمد ما شاء الله كان أمي وعلم أمي، الأمر ما دخلها. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. كيف شفتوا التسهيلات يلي هون متبعة؟ هي أحلى من هيك ما في، الحمد لله أمور كويسة والله يوفقهم يا رب، وكتير كويس. الحمد لله الحمد لله. شو هيك ممكن مين اجى ودعكم؟ اولادي. طيب شو هيك امنيات ودعوات انت حابب تدعيها هنيك؟ انا اول دعوه لأمة محمد الله يفرج عليها. آمين. وكل انسان يرجع على بيته، هذا اللي نطلبه من الله، ويوفق اولادنا اولاد أمة محمد جميعا. امين. توصلوا بالسلامه يا راسي ابويا. توصلوا بالسلامه. الله يسلمك. الله يخليك لامك يا رب. الله يديمكم لبعض. ونحن معكم مشاهدينا موجودين وسط ساحة كراسي السجو
لحتى نقابل بعض الإداريين ونعرف ونتعرف على بعض التسهيلات المقدمة من لجنة الحج العليا لصالح حجاج وزوار بيت الله الحرام. خليكم معنا. السلام عليكم. الله العافية. الله يعافيك. وعليكم السلام. حسب ما انتبهت أنه أنت إداري بلجنة الحج، أحكي لنا عن شغلكم. شغلنا أولا هو تنظيم الحجاج، تنظيم صعودهم من الأراضي السورية إلى البوابة التركية، أول باب إن شاء الله تعالى. أخذ أرقام الجوازات، أخذ موافقات الخارجية، تحميل الحقائب، تنظيم الباصات في الدور 1 2 3 4 لحتى نصل البوابة التركية. في البوابة التركية في ناس مثل حكايتنا كمان بتولوا التنظيم من بعدنا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله ما في صعوبات عم تواجهكم؟ الصعوبات الحمد لله ما في صعوبات أبدا، الأمور ميسرة والحمد لله رب العالمين. فقط هي نقطة صغيرة إنه الحجاج شوي هيك مستعجلين، بدهم يطلعوا على الحج مباشرة، حقهم يطلعوا بباص واحد يعني. الله نيالنا عن هالفرحة إن شاء الله، هيك الله يجمعنا بهالفرحة سوية. كيف شايف تفاعل الناس معكم، تقبل الناس ل خلينا نقول الأمور الإدارية، التنظيم، في تعاون من هون؟ والله الحمد لله يعني أغلب الناس متفهمة وعم تتبع التعليمات وأمورنا جيدة والحمد لله تعالى، وأفضل من السنة الماضية بكثير الحمد لله. أفضل من السنة. أفضل. شو الميز السنة عن السنة الماضية؟ السنة التنظيم كان أفضل، تعاوننا نحن كمجموعات ناخذ حجاج سوريين كان تعاوننا مع بعض أفضل من السنة الماضية. السبب طبعا هو مكتب الحج، هو أعطانا تعليمات ونظم لنا الأمور وكان التنظيم أفضل إن شاء الله. الله يعطيكم العافية ومشكورين. حياكم الله جميعا. السلام عليكم. الله يعطيك العافية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعافاكم الله. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. عرفنا حضرتك. ياسين جبان، موظف لجنة الحج العليا السورية في مكتب السلامة. أهلا وسهلا. ما شاء الله في جهد مبذول وواضح في تسيير شؤون الحجاج إلى الأراضي المقدسة. أحكي لنا أنتم كإداريين ومكتب إداري عن آلية العمل بالنسبة لتسيير شؤون الحجاج. نحن في مكتب السلامة بكراج سجو الآن نستقبل ضيوف الرحمن الذين يعتزمون إلى السفر إلى بيت الله الحرام عبر تركيا. ننظمهم هنا في كراج سجو، ثم بعد ذلك تأتي باصات تنقلهم إلى يعني المعبر التركي. طيب في شيء صعوبات واجهتكم أثناء عملية تسيير شؤون الحجاج؟ الحمد لله رب العالمين، يعني كل عمل لابد له من الصعوبات، لكن محتوات الحمد لله ومسيطر عليها بإذن الله عز وجل. الأمور جيدة مطمئنة. طب بالنسبة لعدد الحجاج، أحكي لنا عن عدد الحجاج الوافدين، وبنفس الوقت أحكي لنا إمتى بدأتم بأول الأيام بتسيير شؤون الحجاج وإمتى لسماهم بالتاريخ؟ نحن عندنا الحجاج المسجلين في مكتب السلامة عددهم 2500 حاج، دخولهم ما بين 22/7 وحتى 1/8. طيب احكي لي عن التنسيق بينكم وبين الجهات المعنية، التنسيق كيف يتم، ايضا هل هنالك مشاكل في التنسيق وما الى ذلك؟ لله الحمد الامور منظمة جدا وقائمة على قدم وساق. نحن بمجرد دخول الحجاج الى كراج سجو وعندما ينتظمون ويجتمعون نخبر المعبر فيرسل لنا الباصات التي تكون جاهزة للاستعداد، جاهزة ومستعدة لاستقبال الحجاج، فنصعدهم إلى الباصات، ثم بعد ذلك ينطلقون إلى الداخل أو إلى المعبر التركي. لكن قبيل يعني دخولهم إلى تركيا هناك واجبات تقدم للحجاج حتى يعني تعينهم وتقيتهم. الله يعطيك العافية ومشكورين. الله يبارك فيكم. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية. ما شاء الله شو يعني شغل مبذول ومجهود واضح. الله يعطيك العافية. احكي لنا اول شيء، عرفنا عن حالك.
أنا الملازم فايز الديك رئيس مقرس كراس سجون من مديرية أمن الأفزاز تابع لقسم المرور. نحن هنا مهمتنا لحفاظ الأمن للمسافرين، الأمن الكراج، بنفس الوقت لتسهير أمور المسافرين سواء كانوا جاي زيارة العيد من تركيا أو العودة من تركيا. إضافة إلى ذلك نحن كمان في عنا مكتب الحج هون ضمن الحج بالضبط. احكي لي عن مكتب الحج، شو الإجراءات اللي عم تقوموا فيها لتسهيل سير عملية الحجاج؟ نحن مكتب الحج منقوم بالتسهيل، نحن وفي معانا شرطيات هون. الشرطيات طبعا مهمتهم هي تسهيل أمور تفتيش وتسهيل أمور الحجاج، وبالنسبة للزوار كمان بنفس الوقت قائمين بدور تفتيش وتسهيل أمور النساء هون. تعرف أنت النساء بشكل عام يعني هاي موضوع صحيح إله خصوصيتهم، إله خصوصيتهم، فعنا شرطيات لهالموضوع هذا التفتيش. وبالنسبة للشباب أو الحجاج أو في عنا عناصر شرطة لهنا مهمتهم كمان تفتيش الشباب. في شيء صعوبات واجهتكم أثناء عملكم مع بدء قوافل الحج بالذهاب إلى الفريضة؟ لا الحمد لله رب العالمين ما عندنا صعوبات نهائيا، نحن موضوعين لخدمة الناس هي وهذول أهالينا يعني بنفس الوقت يعني، ونحن إن شاء الله راح نكون وبنفس الوقت عم نسهل الأمور ونحافظ على أمنهم بهالكراج، والله يسهل لهم ويسر لهم يا رب. الله يعطيكم العافية ومشكورين. الله يعافيك يا رب. شكرا لك. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وسوء المنقلب وكآبة المنظر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية لنا وللمسلمين أجمعين وللحجاج بيت الله الحرام خاصة والمسلمين عامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم انصر أمة الإسلام، اللهم احمل عن أمة الإسلام ما هي فيه، اللهم احمل عن أهل سوريا ما هم فيه. اللهم أكفنا شر الظلمة والظالمين والطواغيت وأعوانهم، اللهم أكفنا إياهم بما شئت، اللهم اجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، ومع ختام هذا الدعاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام جولتنا لهذا اليوم، متمنيين لحجاج بيت الله الحرام الذهاب والعودة إلى أهلهم وذويهم بكل خير وسلامة. يمكنكم متابعة مزيد من الحلقات من برنامج جولات على المعرفات الظاهرة أسفل الشاشة. ومن هنا إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، دمتم برعاية الله وحفظه جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.